שמע ישראל. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשה. היי באמן, והייתי עצמם. ولذلك تراون أن منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى الآن انقلب التاريخ انقلابا كاملا واتجه بقوة نحو المختبر العلمي ولم يعد فنا أو أدبا أو رواية كما كان في السابق. لكن أود أن أقول شيء مهم جدا في موضوع علم آثار فلسطين أو آثار فلسطين. الحقيقة هناك مع أن هذا العلم نشأ واستتب في العالم كله وأصبح منهج للجميع، ولكن هناك الآن ثلاث تيارات في علم الآثار التي تخص فلسطين. التيار الأول هو علم الآثار كما هو، يعني علم آثار هذا البلد أو ذاك البلد، يعني تسمى الأركيولوجي، اللي هو يعتمد 100% على الميثودولوجي الآثاري، يعني الأركيولوجيا الآثارية، الميثودولوجيا الآثارية هي التي تقرر. هناك طريقة في الحفر، طريقة في التدوين، طريقة في الرسم، طريقة في التفصيل، طريقة في المقارنة، قراءة الكتابة، الخطوط إلى آخر. هذه أصبحت مثل أي علم آخر، يعني مثل بصراحة مثل الفيزياء والكيمياء والرياضية، علوم يعني لا مجال فيها للتلاعب. يعني عندما نقول أن عمر هذه الجرة 3000 سنة قبل الميلاد، خلاص يعني أحيانا يكون نسبة الخطأ والصح هو زائد 100 ناقص 100، ولكن لا يمكن أن نقول أنها هي في القرون الميلادية أو في الألف الثاني مثلا. وهكذا نرى أن هذا العلم هو العلم الأساسي الذي نعتمد عليه. والحقيقة بذل علماء الآثار جهود عظيمة جدا في تحديد تاريخ فلسطين من خلال الآثار، وهم الذين نعتمد عليهم. ومحاضرتي ستعتمد على هؤلاء، لا أعتمد على شيء آخر مطلقا. يعني أنا سأأخذ الرواية التوراتية بالتسلسل وأقول ما الذي قال علم الآثار عنها، وأقصد به الأركيولوجي الخاص بفلسطين. يعني الأركيولوجي كل بلد له، مثلا في وادي الرافدين هناك حفريات أو آثار أو علم آثار يخص هذا البلد، لكن هو علم واحد، يعني ليس لا يعامل هنا بطريقة ويعامل هناك، هو علم واحد لكن حسب المكان. أفضل من قدم صورة لتاريخ فلسطين في هذا العلم هو توماس تومسون. الحقيقة هذا العالم قدم في كتابه تاريخ بني إسرائيل اعتمادا على الحفريات الأثرية، قدم صورة ممتازة جدا، أنا أعتبرها شخصيا هي الكلاسيك، يعني هي الكلاسيك للأركيولوجيا فلسطين. وهذه تبعه بعد ذلك مجموعة من العلماء في هذا الجانب، من ضمنهم إسرائيليين، وهم توم سيجف، أفي شلايم، أنيتا شابيرو، إيلان بابا، وبروخ كيمرلينك، وشبطاي تيفت، ويسرائيل شحاك. هؤلاء كلهم حقيقة من ضمن هذه المدرسة، مدرسة أن يكون تطبيق علم الآثار كما هو. بالمقابل ظهر مؤرخون، يعني هم ليس شغلهم حفر، يعني أركيولوجي، هم مؤرخون. هؤلاء أيضا قدموا لنا صورة ممتازة عن العصور ما قبل التاريخ، البرونزي، الحديدي، الكلاسيكي، المتأخر، وأصبحنا أمام صورة واضحة جدا. وأشهرهم يمكن كيث ويتلام المشهور بكتابه، وعندنا نيلز ميلكو، فان سيترز، ومجموعة من الأسماء الأخرى. هؤلاء هم توب، هم القمة الأساسية. ولكن ما الذي حصل؟ ظهر تيار آخر اسمه علم الآثار الكتابي، فرع من عند علم الآثار التوراتي، الذي بدأ يعني يفسر الآثار لصالح الرواية التوراتية.
يعني يقصر الأمور قسرا ويحاول أن يقنعنا بطريقة أو بأخرى بأن هذا الأثر يدل على القضية الفلانية، وهذاك الأثر يدل كذا. والحقيقة هؤلاء، وطبعا معروف من أسسه هذا العلم اللي هو ويليام ألبرت، قدموا لنا صورة يعني مخزية لعلم الآثار، يعني صورة غير دقيقة على الإطلاق، حتى أن البعض صنف هذا العلم، يعني علم الآثار التوراتي أو الكتابي، صنفه من العلوم المزيف اعتبره. وبالمناسبة حتى لا أحد يقول لي أن فقط تتحدث علم الآثار الإنجيلي أو المسيحي كذلك علم سلك هذا السلوك، وعلم الآثار الإسلامي سلك هذا السلوك. لماذا؟ لأنهم يريدون قسرا أن يحتفظوا بالرواية الدينية ويؤيدوها بطريقة مزيفة مع بعض اللقى هنا وهناك والتي لا تمتلك في الكثير من الأحوال مصداقية. وهذا أيضا قلنا يعني بنيامين مازار مثلا اللي هو واحد من الإسرائيليين الذي يشتغلوا فيه، هم قلة لكنهم موجودين، وبصراحة هم هؤلاء يمولون أكثر ويعني حركتهم أوسع إلى آخره، يعني بصراحة يعملون شوشرة على العلم الحقيقي اللي هو علم الآثار كما هو. ظهر تيار ثالث، وهذا التيار حقيقة يثير الاستغراب، أسميه هو علم الآثار التوفيقي أو التلفيقي، وهو أن يذهب له علماء حقيقيين وينسقون بنعومة بين الآثار الحقيقية والرواية التوراتية. أنت تراهم يسلكون سلوك العلماء ولكنهم ويعطون الحقيقة بنسبة 70-80% الحقيقة الأمية، لكن بقية النسبة يعطون خيط ناعم يمرروه في النسيج الصافي لعلم الآثار. وهؤلاء من أسماء معروفة، يعني على سبيل المثال هناك اسم شهير يمكن كل الحاضرين يعرفونه وهو إسرائيل فينكلشتاين. هذا الرجل بدأ حياة علمية ممتازة وقدم لنا بحوثا في بداية حياته من أروع ما يكون عن تفنيد الرواية التاريخية، وقال كلاما مهما جدا في هذا المجال، لكن كلما تقدم به الزمن بدأ يتنازل تنازل تدريجي وبسيط، إلى أن وصل الآن إلى أن يقول أن إبراهيم تاجر معروف في بلاد كنعان، وأن داود موجود، وأن سليمان موجود، في حين وكان ينفيهم. ولم يسكت عنه تومسون أبدا، كتب دراسة مهمة جدا وترجمت للعربية، وقال أنا أتعجب من سلوك هذا الرجل، كيف يتصرف بهذه الطريقة؟ هو عالم المفروض ما يتكلم بهذه الطريقة. وهكذا نجد أن هناك نشأ حقل ثالث، هو بصراحة يعني يحاول، يعني هو يبدو أكثر إقناعا لكنه مع الأسف أيضا لا يعطي الحقيقة كما هي، يدس السم بالعسل إذا صح التعبير للأسف الشديد. وتصدى لهؤلاء، تصدوا العلماء الحقيقيين وأعطوا الحقيقة كاملة في هذا الجانب. ومن هؤلاء حتى أعرفكم بأسمائهم، ويليام ديفر إسرائيل، وهذا رجل عايش ومعروف ومحاضراته موجودة، إسرائيل فينكلشتاين، زائف هيرتسوغ، وحتى كاثلين كينون التي نقبت في القدس في أورشليم. أردت أن أضع هذه المقدمة لأبصركم بأن هناك من يقول نحن في علم الآثار نجد كذا ونجد كذا، كتابة العبرية الفلانية، ونجد هيكل سليمان وكذا وكذا، واعتمادا على الآثار. هؤلاء هم أصحاب تيار علم الآثار التوراتي الذي هو علم مزيف، وأحيانا يخفضون الصوت فهم من علم الآثار التوفيقي الذي يحاول، أو التلفيقي الذي يحاول أن، طبعا هذول موجودين حتى في الحقل الإسلامي وحتى في الحقل المسيحي، بل أكثر ربما في الهندوسي، وربما كل الأديان أصبحت لها جيوش يعني أركيولوجية
تحاول أن تعدل الأمور لصالح، لأنه بصراحة أثبتت الرواية الدينية فشلها الكبير جدا في 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 تثبيت الحقائق، ولم يعد الناس ينتبهون لها، أصبح الناس يثقون بالعلم، ولكن أي علم؟ علم الآثار بيور الصافي النقي الصحيح، وليس علم الآثار المختلط هذا اللي تكلمه.